الله الرحمن الرحيم. قلت نعمل كده بريك صغير ما بين شغلنا عن الآثار وعن البطالمة. يعني احنا بنحاول ننزل مجموعة من الحاجات اللي هي بسجلها وبسجلها دلوقتي، وناخد حاجة أعتقد إنها تبقى لطيفة شوية. هناخد أسماء المدن، يعني المدن المهمة عندنا. أنا لما بروح أسوان، أسوان دي جاية منين؟ أسوان هي المقاطعة الأولى من مقاطعة مصر العليا، يبقى سونو يبقى السوق، كومومبو كوم نيبو الذهبية، ادفو سيبو بالهيروغليفي، سيبو بقت سيبو. طبعا كان في اسم تاني اللي هي بحدد، وتشيبا تشيبا ده اسم، اما بحدد فتعني العرش في الغالب او المقر. سيبو ظهرت في القبط تيبو، ثم اصبحت ادبو او ادفو بعد كده. شمالها عفوا في منطقة الكاب، الكاب هي نخبت او نخبة ربت، الجنوب في نخن ومعبدها، فبقت نخاب لخاب، والخاء تقلب كاف فبقت لخاب او لكاب اللي هي الكاب. اسف. اسنا هي يونت، اسنا هي يونيت، واحده من المدن اللي حملت او ارتبطت بيونو، ذكرت في النصوص المصريه بتاسيني في القبطي سيني، والبعض يترجمها بانها قد تكون تاسيني ارض العبور. اتعرفت في النصوص اليونانيه بانها مدينه لاتو بوليس. أرمنت بارمونتو بيرمونتو أو ما بيت المعبود مونتو، وزي ما أنتم عارفين إن مونتو هو الرب الأول للمقاطعة الرابعة من مقاطعات مصر. وعشان كده نعرف دايما لما نبقى موجودين مع بعض في المزارات أو حاجة، دايما أقول لحضراتكم إن تعرف مونتو صقر على رأس رشتين أمون، حورس برشتين أمون. قفت جاية من جبتوي في القبطي، جبتوي وقبط وقفت. قوس جوسي في النصوص المصرية، وبالمناسبة هي اتكتبت في النصوص القبطية كوس بالمعنى بتاعها، ولا نعلم على وجه التحديد معنى. دندرة تانترت أرض الإلهة، ويقصد بالإله هنا المعبودة المصرية العظيمة المعبودة حتحور. بالتعبيرات الحلوة اللي بنقولها دايما، كنا زمان نضحك مع اخواننا في محافظة انا، نقول محافظة قبل ما يحصل طبعا التقسيم وتبقى الاقصر مدينة مستقلة والتقسيم اللي دايما نقول محافظة القنا اولها طشت واخرها حلة، لانها تبدأ من ابو طشت. وابو طشت في النصوص المصرية القديمة بير جاجا او بير جاجا، وبتعني البيت العالي او البيت اللي على الراس، وعلشان كده بيعتقد ان كلمة بو طشت بتعني بيت الراس، بير جاجا البيت بتاع الراس. بقت في النصوص القبطية بتشيت، واعتقد ان هي بعد كده ذكرت عند المؤرخين العرب بالمعنى باطشت. اسيوط سيوت المحروسة او المستعمرة او المكان الحراسة، وتعرفت بانها في النصوص اليونانية لوكوبوليس، لوكوبوليس مدينة ابن آوى، وابن آوى هو وبواوات معبود المقاطعة 13 من مقاطعات مصر. جرجة، جرجة من الأماكن الجميلة جدا، هترجم هنا الترجمة الحلوة بتاع جرجس متى المنشية أو العزبة أو المؤسسة، وده ترجمة سليمة جدا لسبب، لأن جرج بالهيروغليفي معناها يؤسس. لو فاكرين حضراتكم لما اتكلمنا في أول فيديو على بتاع حط يبقى لابنه قال له جرج برك أسس بيت، فجرجة قد تعني العزبة أو المؤسسة، ده في النص المصري القديم. حات نوب المنيا، حت نوب حوت بيت، نوب الذهب، حتنوب بيت الدهب. الأشمونين خيمينو تمانية، بقت شيمينو في القبط، بقت شيمون، بقت أشمونين وأشمون. مير، مير ربما أنها جاية من كلمة مير يعني، أو مير بمعنى الجسر أو الشاطئ اللي المصري كان بيعتقد عليه. تونة تاونت أرض الأرنبة، تاونت أرض الأرنبة اللي هي تونة الجبل لما نتكلم عليها لغاية دلوقتي. المنيا، المنيا الحقيقة بعض الناس بيقولوا أنها قد تكون منعة خوفه أو منعة الكلمة الأغلب، لكن هي قد تكون من طامني وتعني المينا أو المرسى أو الشط أكتر من كونها. طب هي منعة خوفه ده الارتباط، لكن منعة ما تحولتش منيا في الغالب هو حاجة مختلفة عن اللي احنا بنقول عليه. أهنسيا حوت نني نسوت، حوت يعني بيت، نني الطفل، نسوت الملك الطفل، مركز عبادة حتشف وأصبحت بي أو مدينة قصر الملك الإله، واحدة من المدن المهمة. عندنا اللاهون راحن فم البحيرة، عندنا هوارة برضو تعني قد تعني مكان البحيرة أو مكان
المتصل بيه اقليم مهم جدا عندي اللي هو بايام او فايام، اللي هي الفيوم، واحده من اهم واعظم واشهر المدن المصريه اللي موجوده عندي، لارتباطها بانها واحده من الاماكن الهامه جدا اللي بترتبط عندي بيه الزراعه. وعلشان كده كنا بنقول دايما على الفيوم ان اذا كنت بعمل ضريبه راس في العصر الروماني، كانت اكتر مدينه بتدفع ضريبه راس هي الفيوم. فيديو تاني بقى نكمل وندخل شويه نزق على مدن الدلتا، نشوف المدن دي ايه اصول تسميتها، وكل واحد يقدر يبعت لي على قناتي دكتور خالد غريب، يقدر يبعت لي على القناه اي تعليق عن اسم اي مدينه، ونحاول مع بعض نشوف نتعلم منكم كمان، او نحاول نبحث فيها سوا ايه اصل تسميه المدينه. اشكركم.